أعداد مهولة في محافظة تعز لأعداد المسجلة في مستشفى الجمهوري بوباء الكوليرا، والتي وصلت إلى أكثر من 1680 حالة مسجلة منذ على مديريتها، وهناك توافد إلى قسم الطوارئ في تزايد. ولهذا عمدت الجمعية الطبية الخيرية اليمنية بتمويل اتحاد الأطباء العرب القاهرة، لجنة الإغاثة والطوارئ على تدشين حملة تعز ضد وباء الكوليرا. تأتي اليوم هذه ورشة العمل التدريبية في إطار تدشين حملة تعز لمواجهة وباء الكوليرا، والذي تنفذه الجمعية الطبية الخيرية بتمويل ورعاية اتحاد الأطباء العرب لجنة الإغاثة والطوارئ. يعتبر هذا المشروع من المشاريع التي ستساهم إن شاء الله سبحانه وتعالى في تعزيز الحماية من وباء الكوليرا، لحيث أننا في هذا اليوم استهدفنا العاملين في القطاع الصحي، وغدا إن شاء الله ستكون هناك دورة تنشيطية للمثقفين، والذي من بعده ستنطلق حملة للتثقيف والتوعية من منزل إلى منزل، وتوزيع حقيبة صحية على الأسر الأكثر تضرر. بورشة تدريبية للكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة تعز حول كيفية التعامل مع الحالات الكوليرا. اكتمل اليوم العديد من الكوادر الطبية بمشاركة منظمة المجتمع المدني، وذلك لأن وباء الكوليرا اجتاح تعز اليوم، وأصبح الوضع خطير جدا ووصل إلى مرحلة هناك عدد من الوفيات، هناك تزايد في حالات المرضى المصابين بالكوليرا. حقيقة علاج الكوليرا لا يكتفي فقط بعلاج أعراضه والمصابين الذين الأمراض الذي يصلون إلى المستشفيات، إنما أيضا نحتاج إلى عملية تثقيف صحي للمواطنين، للناس كيف يتعاملون مع هذا المرض، لأنه أول وسيلة للقضاء على الكوليرا هي محاصرته بتثقيف الناس وكيفية الحد من انتشاره، فبدون التوعية سيستمر انتشار الكوليرا وستزداد الحالة. وباء الكوليرا أصبح شبحا يطارد كل يمني، وخاصة تعز المحاصرة من ميليشيا الظلام، والتي تشكو من العديد من الإشكاليات، فأتت الكوليرا تزيد ألمها. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.